وللمزيد حول هذا الموضوع, الموضوع ينضم الينا على الهواء مباشره مردخاي كدار الاستاذ في جامعه بار ايلان في تل ابيب ومن واشنطن ينضم الينا ريتشارد ويتس كبير الباحثين في معهد هاتسن للدراسات السياسيه والعسكريه ومن رام الله ينضم إلينا على الهواء مباشرة عمر الغول مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني أهلا بكم سأبدأ معك سيد من جامعة بار إيلام ضيفي مردخاي كدار الحكومة الإسرائيلية تحيي مشروعا قديما لبناء 450 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية وقبلها ب 24 ساعة تتحدث عن تجميد للاستيطان كيف ذلك؟ المستوطنات في واد ومدينة القدس في واد آخر مدينة القدس عاصمة اليهود منذ ثلاثة ألاف عام ولا نقبل أي تحديد بهذا لأننا كنا نعبد الإله الواحد الأوحد في هذه المدينة عندما كانت قبائل العرب تشرب الخمور وتائد البنات هذا وتعبد هذا الأس هذا يجعل تقرير تولنا. الوضع النهائي للقدس بعد المفاوضات النهائيه آه انا اسال عن ما يجري الان في القدس الشرقيه عاصمه الدوله اليهوديه هي القدس ليست معرضه لاي مفاوضات ولا شان شوف الفلسطينيون لم يكن ولو ليوم طيب واحد نتحدث عن لا المستوطنات. ملك ولا سيد امير سيد لا ملك ولا امير سيد فلسطيني في القدس سيد مردخاي ارجو ان تجيب لا. على هذا السؤال كيف للحكومه الاسرائيليه ان تعلن عن ربما التسهيل للبدء بعمليه بناء 450 وحده سكنيه وقبلها بيوم تقريبا تقول انها جمدت بعض المستوطنات لتتواصل مع الاداره الامريكيه هذه هي نقطه الحوار لان المدينه خارج المستوطنات، مستوطنات في وادٍ كما قلت والمدينه في وادٍ اخر، هذا ليس ليس ليست هناك اي علاقه بين مدينه القدس كمدينه وبين المستوطنات الموجوده في محيط الضفه الغربيه. هذا آه. شان وهذا شان اخر. ريتشارد ويتس ضيفي من واشنطن، آه لابد انك استمعت الى هذه المداخله من تل ابيب. كيف ترون في الولايات المتحدة إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية أو وزير الإسكان أن هناك 450 وحدة في حي استيطاني في القدس الشرقية سيربما يجري العمل لبنائها بينما قبلها بيوم واحد يتحدث الإسرائيليون عن وقف مؤقت للاستيطان من أجل التواصل مع الرئيس باراك أوباما Well, the administration is concerned. الاداره الامريكيه قلقه لان الفلسطينيين والقاده العرب بمن فيهم الرئيس مبارك قد اوضحوا ان الخطوه الرئيسيه الحيويه هي تجميد العمليه الاستيطانيه وعدم بناء مستوطنات جديده وطبعا ستكون هناك مفاوضات حول المستوطنات الموجوده حاليا ولكننا قد لا نصل إلى هذه المرحلة من التفاوض سيد عمر الغول مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني كيف تنظرون إلى ما يجري هناك محاولات من الرئيس الأمريكي لوقف الاستيطان بكل أشكاله كان هذا الكلام للرئيس أوباما قبل أسابيع والآن كان هناك جهود مصرية قبل يوم أو يومين في واشنطن في هذا الإطار اليوم إسرائيل هناك موقف متضارب كيف تنظرون إلى ما يجري؟ اولا اود ان اؤكد ردا على ضيفك الصهيوني ان القدس والارض الفلسطينيه من النهر الى البحر هي ارض فلسطينيه عربيه ولكننا قبلنا بالتسويه السياسيه رغبه منا في خلق مناخات السلام وتنازلا منا عن حق تاريخي لشعبنا ولروايتنا ثانيا فيما يتعلق بالاستيطان. السؤال. نحن لم نشعر كفلسطينيين وكعرب أن القيادة الإسرائيلية الحالية مستعدة لإيقاف الاستيطان. لا تجميد ولا حتى كما استخدموا تعبير الانتظار. كما استخدم وزير الإسكان إتياس. أننا سنعمل على الانتظار حتى مطلع كانون 2010 كانون ثاني نعم. ولكن الاجراءات على الارض في اي واحد في جبل ابو غنيم وفي القدس في القدس الشرقيه عاصمه الدوله الفلسطينيه ما زالت الاجراءات التهويد وطرد السكان وتزوير الحقائق فضلا عن البناء في داخل المستوطنات الكتل الاستيطانيه وكل المستوطنات المقامه على اراضي الضفه الغربيه ولعل المتتبع لما قام به اربعه وزراء بالامس، اثنان من اللكود واثنان من شاس والبيت اليهودي وسمع الوزير يعلون نائب رئيس الوزراء وهو يقول لا. ان المستوطنات التي تعتبرها الحكومه الاسرائيليه بالاساس غير شرعيه، يعتبر انها مستوطنات شرعيه ويطالب الحكومه باعاده طيب المستوطنه مستوطنه دعني اقف على راي السيد مردخاي غول دعني اقف على راي السيد مردخاي كدار يعني ما يجري هو مجرد تمويه من خلال الحديث عن وقف الاستيطان ربما مضيعة للوقت وعمليه تهويد القدس مستمره هذا هو موقف السلطه الفلسطينيه كيف ترى هذا الكلام نحن لسنا بحاجه لتهويد القدس لان القدس يهوديه منذ ثلاثه الاف عام لم يكن يوما واحد واحدا في التاريخ لا سلطان ولا ملك فلسطيني في مدينة القدس. هذا التز... لا يمكن إعادة كتابه التاريخ عن شاشه البي بي سي مع احترامي للبي بي سي، لم تكن هناك دوله فلسطينيه، لم يكن ملك فلسطيني في القدس، لا سلطان ولا امير، هذا تزوير للتاريخ، كل من يكون بان القدس هي عاصمه فلسطين، الرمله. نحن كانت لا نقول ذلك كانت سيد البي الرملة, بي سي الرمله، مدينه ذلك. الرمله، سيد مدخل مدينه مدخل الرمله بي بي سي تعرف ذلك، هناك كانت عاصمه هناك أشياء ووقائع تاريخية هناك مفاوضات لم تكتمل بعد والإسرائيليون يودون حسب ما نفهم على الأقل أنهم يودون الاستمرار في هذا النقاش مع الفلسطينيين ومع الأمريكيين على كل حال سنكتفي بهذا القدر سيد مردخاي كدار الأستاذ في جامعة بار إيلان في تل أبيب شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن ريتشارد ويتس